هذا هو يا شباب، هذا هو. توقف وقف خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. ياسين. يا مرحبا، حياك الله وعزمي. هذا هو يا شباب، هذا هو. توقف وقف خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. ياسين. يا مرحبا، حياك الله وعزمي. منين جاي ياسين؟ من المغرب. من متى مشيت من المغرب؟ 2017، 4 سنين له. لك 4 سنين تمشي من المغرب؟ يا مرحبا يا. وشو له جاي من المغرب؟ جايين على الدراجة صح؟ مشي وبسكليت. مشي؟ وشو له جاي؟ والله مشيت من المغرب على رجولي وبسكليت. كم لك تمشي؟ 4 سنين له. على رجولك؟ على رجولي. أيوه. من مكة عشان أحج إن شاء الله. جاي من المغرب 4 سنوات علشان مكة تحج. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. انت تعنيت لنا وحنا جينك الحين من القصيم تعنين عشانك. بلالي. والله العظيم بلالي. انت ضيفنا وضيف الله. كل بيت في السعوديه. شكرا لله. وترانا فرحانين بك وعز من جاء. الله يعطيك الصحه يا بعد راسي. من انت رايح الحين؟ والله شرف لي، رايح الخيمه عندي. الخيمه؟ احنا بنروح معك الخيمه. يلا خلنا نزل الدراجه بنشيلها معنا. انا طلب. لا لا هالمره خلي هالمره اركب معنا بالسياره. بارك الله فيك. انا طلبك. يلا انزل. يلا بسم الله بسم الله. نروح الخيمه سوا. الله شرف لنا يا بعد راسي، احنا اللي متشرفين جايين والله من القصيم علشانك. الله يحييك والله، بارك الله فيك. يا بعد راسي القصيم بعيد لكن انت تستاهل. تستاهل انت يا تاج راس. اركب تفضل. شيل شيل. يلا انت ضيفنا طال عمرك وابشر بكل ما يسرك. يا مرحبا. انت شطتك ثقيله ما شاء الله. فيها كل شيء. ها 20 كيلو وزنها. ما شاء الله. يلا يلا بركب بركب بركب. هذه ياسين، هذه الخيمه حقتي. ما شاء الله ما شاء الله. هذه هنا تنام ومجالس اني مستقر هنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سكيلك واغراضك. الحمد لله. تنام هنا؟ انا هنا. ما شاء الله. شلون تدخل يا ياسين؟ والله انام اوريك شوف. ما شاء الله. في كتب. في كتب. وكاميرا. واحد كتاب عن الموروث الشعبي. ما شاء الله. لا لا الطين فيها مشغلك الطين يا ياسين. متاخر امبارح. اي مطار ما شاء الله ما شاء الله. انت في ابها ما شاء الله. استقرت في ابها. وهذه اغراض الطبخ. الطبخ والغاز مويه. كل شيء كل شيء في الخيمه. كل شيء موجود ما شاء الله عليك. طيب انت ليش استقريت في ابها؟ والله الدوله هالسنه عشان صحتنا لان كورونا. إيه؟ فالحج عدد محدود. إيه؟ فقلت اجي الجنوب هنا استمتع لان الجو جميل جدا ما شاء الله. والله اعجبتك السعوديه؟ جميل، ما توقعت انها تكون هكذا. ما شاء والله اقول لك صراحه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والحج السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. باذن الله باذن الله يا رب. لا لا ابشر بكل ما يسرك ان شاء الله. انت جيت هنا مملكه الانسانيه. الله يسعدك. وتراك في كل بيت سعودي ضيف عندنا. والله يسعدك. والله انا عشت هذا كل يوم في المملكه. الله مساك والله بالخير يا شباب. هلا بخالد. حياك ابو ملكي. سم رجال يد صورته. ايه خيمه. ايه له كرفان اقامه طول فتره بقائه بابها. الله يطول عمرك. الله يوفقك. الله يوفقك. يلا جايينك جايينك يا ابو خالد. ولا من الكرفان ياسين حبيبي. نعم حبيبي. بروح انت قهوه عزمينك قهوتين عصريه حلوه عربيه. عربيه. يلا يلا خالد. بيض الله وجهك علمك غانم والله ما يبغريبتن عليك. ياسين ياسين تعال قهوة هنا. ياسين تعال هنا 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 بدون السيكل. تعال سريع ياسين. الله يبيض وجهك ابو خالد. تفضل تفضل تقهوى القهوة هنا تفضل. علم ابو خالد تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم. سلام. هلا وسهلا. تقهوى قهوة قهوة. حياك الله في بلدك الثاني. ربي يخليك. وهذا الكرفان اللي تشوف بارك الله ترى فيه. لك طول مدة إقامتك. تستاهل 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 تستاهل. ما عاد هذا بلدك الثاني. حياك الله. والله نعم ابو خالد. والله ما اعرف كيف اشكرك. غريبة علي. ها؟ ما اعرف كيف اشكركم. يا بعد راسي انت اللي بيض الله وجهك يومك خليتنا نكرمك طال عمرك. الله يخجلتموني. جيب الخيمة. يا بعد راسي جيب الخيمة ولا عاد في طين ونم هنا. ها شوف شوف الغرفة شوف الغرفة ما شفتها. شوف الغرفة. افتح افتح. اي افتح. خلاص كرفانك هذا. يا سلام. ان شاء الله. ها؟ ايش رايك؟ لا الحمد لله. والله ما اعرف كيف اشكركم. والله يا بعد ما احتاج. انت انت جاي في بلدك الثاني. والله يخجلتني. بارك الله فيك. يا بعد راسي يا ياسين. يبارك بعمرك. الكرفان حتى مطبخك موجود. تطبخ وتسوي. لازم قهوه عربيه تسوي ضروري. انت متى مشيت من المغرب؟ بديت 2017. شهر كم؟ شهر 1 يوم 22. ميلادي ميلادي
يعني لك 4 سنوات تقريبا الا شهر؟ تقريبا 4 سنوات. طيب وش خلال الرحله هذه وش والله مريت 26 دوله في القاره الافريقيه، يعني المغرب، موريتانيا، السنغال، نزولين جنوب افريقيا، قطعت افريقيا كلها تحريك. ومتى وصلت السعوديه؟ والله قبل 7 شهور جيت للمملكه. اه وكنت مشيت من مكه للمدينه على رجلي، ولما وصلت مشيت مكه مدينه على رجلي على خط الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وصلت المدينه جات كورونا، كنت ناوي من تحت. كنت ناوي احج ولكن في خير السنه المقبله ابد كل امر الله خير ان شاء الله والامور طيبه. لا تشيل هم ياسين. والله مستغرب ان مقطعك وصل لي المغرب عندنا، ما اعرف ما شاء الله من اللي يرسله. ولد خاله هو يرسل لي في الواتساب. شوف سبحان الله من ارسل لك وش يقول؟ فرحان. ايوه قال لي مستانس، قال لي حيصير مشهور ان شاء الله. هذا الوصل المغرب والله انا نتشرف بكم بالمغرب كله. عبد الرحمن يعني عبد الرحمن ترى يتابعون الوطن العربي كله ما شاء الله. والله انا نتشرف بكم جميعا وجميع الدول العربيه. كل خير يا بعد راسي. الشباب يشلون وهو جالس يوثق يصور الشلات. عايش الجو. الدكتور جاء. عليكم السلام يا مرحبا دكتور، حياك الله. أنا وسهلا يصور ما هو بيمه. هاي وثقت ونزلت تمام انستغرام سناب شات. عبد الرحمن الحقيقة اللي جابنا بالسرعة هذه صراحة اللي شفناه في سنابك دائما سباك بالخير. علمك الغانم طال عمرك. علمك الغانم. والحقيقة احنا نبي نجاريكم اليوم شوي ونقدم مثل ما تقدمون من خير. الله يرفع قدرك. المفاجأة اللي أقول لك عليها أنا أخوي ياسين، إحنا متكفلين وحجتك كاملة إن شاء الله. ما شاء الله 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 ما شاء الله. حجة السنة القادمة إن شاء الله محفول مكفول يا ياسين. تستاهل كل خير. تستاهل السنة القادمة إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. والله انه شيء بسيط صراحه اللي سواه. يا سلام الامور. سم الرجال جاء هالحج هالسنه هذه وجت موضوع كورونا. وعسى ان تكرهوا شيء فهو خير لكم. الدكتور ابو عوض ما قصر تكفل بحجه. انا تشرف اني اتكفل بحج والدته معه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحج والدته معه. انا كذلك اتكفل بحج والده اذا هم ان شاء الله. والوالد. ما شاء الله الوالد معك ما شاء الله. معك ياسين كديرة؟ لا حاوليني. حاجة له كديرة. قولي لي يا عندي لك واحد خبر زوينة. ان شاء الله العام الجاي حجه ان شاء الله. انت ان شاء الله ان شاء الله مجانا. انت انت والوالد سعوديين. واحد سعوديين صحابي هم اللي ان شاء الله غيتكفلوا بالحج ديالك ان شاء الله. فرحانه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فرحانه فرحانه. الله. هي شافت مكه قبل؟ لا عمرها ابدا. ان شاء الله ما تشوفها. توها صلاه العصر وقالت يا رب شي حجه ان شاء الله. والله ما شاء الله ما شاء الله. تو العصر هي ما حجت قبل ابد. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ولدك الكبير ان شاء الله سعيد معكم باذن الله. كفو ابو خالد ما شاء الله. انت سعيد يجيبوا الحج ان شاء الله العام الجاي. سعيد وانت ان شاء الله. صح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرسي يا خاله قال لك.